يبدو ان محمد عامل النظافه مش ناوي يسيب الترند الفتره دي، فبعد وقعه كشري التحرير اللي خليته حديث الناس على السوشيال ميديا رجع وشفناه تاني، لكن المره دي شفناه ظهر في جنازه المحامي الشهير فريد الدين. الظهور الجديد لعامل النظافه اثار حاله من الجدل الكبير، مش بسبب ظهوره لكن بسبب ان هو كان معاه البادي جارد. بس ايه علاقته بفريد الديب ومين الحضر العزاء تاني؟ تفاصيل كتير نكشفها في الفيديو ده. انا ملك حسام، تابعوني. على مدار الايام اللي فاتت ما كانش في حديث في السوشيال ميديا الا عن وقعة عامل النظافة واللي تم طرده من المحل بسبب لبسه، رغم انه كان دافع ومعاه بون. الواقعة دي اللي اثار جدل كبير في الرأي العام وسط موجة غضب كبيرة، وازاي يتم التعامل مع عامل النظافة بالشكل ده لدرجة ان وصلت المطالبات باغلاق المحل تماما. مش بس كده، لكن عامل النظافه اللي اثار الجدل حصلت له مبادرات كبيره، ابرزهم كانت من الفنان احمد العوضي واللي عزمه على الغدا وكمان وفر له شغل في احد مطاعم الاسماك. مش بس كده، ده وصل الامر عن حاله جدل انه بيطلب فلوس علشان يطلع في اي برنامج، وده اللي كشفه الفنان ادوارد انه طلب فلوس كتير عشان يطلع معاه في البرنامج اللي بيقدمه على قناه اوربت. ده كمان طلبوا منه التواصل مع مدير اعماله عشان هو اللي ماسك الشغل بتاعه وظهوره الاعلامي. وما كملش يومين وعاد عامل النظافة لإثارة الجدل من جديد، لكن المرة دي بظهوره في عزاء المحامي الشهير فريد الدين. عامل النظافة اللي ظهر في عزاء فريد الديب وقدم واجب العزاء في المحامي الشهير أثار حالة من الجدل الكبيرة بسبب الناس اللي كانت بتسأل عن علاقته بعامل النظافة، واللي قال عنها بعض المواقع الصحفية انه كان بيشوف ان قدوته مثله الأعلى، عشان كده هو راح وحرص على تقديم العزاء. لكن مش ده اللي أثار الجدل بس، لكن ظهور عامل النظافة كان معاه بادي جارد بيمنع الناس من الاقتراب منه وبيحميه من الناس اللي حواليه. الظهور ده أثار حالة من الجدل الكبير، وازاي يتحول عامل النظافة من انه بيتم طرده من محل كشري لغاية ما بقى معاه بادي جارد. كمان العزاء شهد حضور ناس من المشاهير والمسؤولين زي جمال مبارك وعلاء مبارك والفنان تامر عبد المنعم ومجموعة كبيرة من الفنانين والسياسيين.